يعني الجماهير الوداديه في كل مره كتبدا تساند الفريق ديالها يعني يعني تنطلقوا لك المسائل هذه لان يعني الجماهير تبغي تساند الفريق ديالها بحكم انها تكون يعني تكون تبغي تكون مستضيف يعني ضيافه اي مدينه خاص تكون يعني تكون عندها واحد الاستقبال واحد واحد الترحيب لان تتمثل الفريق ديالها البطوله الوطنيه باش تكون في احسن الاجواء وفي احسن صوره للناس اللي تتبعوا البطوله الوطنيه لان تنقولوا يعني الكره الوطنيه بلا جمهور يعني يعني ما تكونش عندها واحد النكهه واحد الطابع وهذه المسائل اللي خصنا نتذكر لها الانسان وما خصوش ما خصش تكون في البطوله الوطنيه لاننا كنا مغاربه وتنحبوا الكره المغربيه واللي تنطلب من الجماهير المغربيه الكل انها تحلى بالروح الرياضيه وانها يعني وتمنع هذه المسائل هذه بكل الوسائل لانها تمتش الكره الوطنيه لانها تعطي واحد صوره وانطباعات يعني ما مزيانينش على الكره الوطنيه واللي نتمنى ان شاء الله تكون واحد هي الجماهير اللي تتفاعل مع المشاكل الفرق ديالها ولا حتى المدينه ديالها.